كان السي محمد بولاشفين معروف في الخليج وفي المشرق العربي أكثر منه في تونس، وكانوا يقدرون بحثه وعلمه أجل التقدير. يكفي الإشارة اللي نذكرها أنه عندما توفي في 2006 لم يذكر الإعلام التونسي في ذلك الوقت، لم يتحدث عن وفاته، بينما تحدثت وسائل إعلامية عديدة في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية خاصة تحدث عن وفاته وعن قيمة الرجل العلمية. علاش قيمة الرجل العلمية؟ لأني لمست هذا عند مرافقتي له مرتين، مرة في أبو ظبي وقد قبلنا المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأثنى عليه ضمن من أثنى على بقية العلماء، وعرفت أن الرجل له قيمة في تلك الدول، وأشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه لطلبة الإمارات وطلبة المملكة العربية السعودية وغير من الطلب. فالرجل يستحق هذا التكريم في هذه المؤسسة مركز الدراسات الإسلامية اللي ساهم هو في اقتراح بعثها في القيروان، لأن للتاريخ راهو المؤسسة هذه كانت باقتراح من مجموعة من 5 علماء قيروانيين، من الشيخ عبد الرحمن خليف والدكتور تهامي نقرم وعبد أبو حديبة والدكتور عبد الجليل التميم والشيخ محمد بولاشفين، اقترحوا بعث كلية مؤسسة جامعية. استقر الرأي على أن تكون مركز دراسات إسلامية، فكان الرجل مساهمة في بعث هذه المؤسسة مركز دراسات إسلامية بالقيروان. في إطار أنشطة المركز نهتم هذا اليوم بأحد علام القيروان، وهو الأستاذ الدكتور محمد بن لجفان رحمه الله، الذي شاع بعلمه على البلاد وعلى الأمة الإسلامية كلها. الأستاذ أبو لجفان هو شيخ المحققين، لأنه حقق كثيرا من الكتب التراثية. الأستاذ محمد أبو لجفان له فضل على كثير من المثقفين في تونس، إضافة إلى أنه أهدى مكتبته الثرية إلى مركز دراسات إسلامية في القيروان، مما أثرى هذه المكتبة وأغناها، ونحن مدينون له بعلمه وبهديته، لذلك خصصنا له هذا اليوم للتعريف به وللتعريف بإنتاجه العلمي من خلال مجموعة من المحاضرات التي يقدمها باحثون من اختصاصات مختلفة، وجاءوا أيضا من أماكن متباينة لتكريم هذا الرجل بحضور عائلته التي شرفتنا بحضورها. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.